جيرالدو، بحييك وسعداء بوجودك معانا على شاشة قناة الأهلي، وكل جماهير النادي الأهلي سعيدة بالتأكيد بالاطمئنان عليك ووجودك معانا على شاشة الأهلي. أنا مبسوط جدا، شكرا جزيلا. وجودي معاكم بيحسسني إن أنا لسه وسط الأسرة، لأن أنا دايما كنت بقول إن أنا جوه النادي الأهلي وسط عيلة مش نادي، فشكرا على الاستضافة. طيب جيرالدو، اكيد انطلاقتك وبدايتك في مستوى المسابقات الافريقيه مع بريميرو دي اوجوستو الانجولي، ومنها انتقلت الى الاهلي، الانطلاقه دي كانت بالنسبه لك محطه مهمه في مشوارك الكروي؟ طبعا اي لعيب افريقي ليحلم يلعب في الاهلي. الاهلي فريق كبير، الاهلي في افريقيا زي بالظبط ما حد يكون عايز يروح اوروبا في اي حتة في اوروبا يعني. أكيد أكيد مشوارك مع الأهلي وفزت مع الأهلي بدوري أبطال إفريقيا أكيد كانت من أسعد لحظاتك مع النادي الأهلي دوري الأبطال عام 2020. الحقيقة إن إحنا ما واجهناش، أو أنا بالنسبة لي ما واجهتش أي صعوبة مع الأهلي، ولكن كل الفرق اللي كانت موجودة كانت قوية. ولكن دايما أنا حتى لما بتسأل النهاردة بقول إن الأهلي يقدر يكسب أي بطولة بيخش فيها، لأن الأهلي فريق مش عادي، فريق سبيشال. نفسك ترجع تلعب في المسابقات الإفريقية من تاني، ولا أكيد انتقالك واللعب في أوروبا في الدوري التركي أفضل بالنسبة لك دلوقتي؟ طموحاتك يعني. طبعا طبعا، هو صعب ان انا كان صعب عليا ان انا العب في افريقيا، وانا اصلا مولود في انجولا، ولكن انا ما لعبتش في انجولا، رحت البرازيل ولعبت في البرازيل، ويمكن انا اتربيت في البرازيل. ولما رجعت تاني انجولا كان الموضوع صعب بالنسبه لي، ولما رجعت لمصر البدايه كان الموضوع صعب في ان انا العب وسط لعيبه افريقيه، ولكن الاهلي دايما بيأقلم اللعيب اللي معاه ان هو يلعب في اي مكان مش في افريقيا بس. الاهلي عنده الاحتراف في الاداره بتاعته ان هو يخلي اي لعيب مغترب يحس ان هو جوه الديار، مش بس يحس ان هو بيلعب كوره عشان في الاخر هياخد راتب او هياخد مكافاه او هياخد بطولات. لا، هو البدايه كان الاحساس في المكان ان انا كنت فعلا مع اسرتي، مش بس ان انا موجود في نادي، لا مش بس جوه الملعب، ولكن في اي مكان كان دايما بلاقي ان في اهتمام، وكانوا دايما معايا في اي حاجة او اي مشاكل. البطولة الأبرز في مسيرتك يا جيرالدو، يعني لعبت نهائي القرن مع الأهلي، لعبت مباريات قوية مع بريميرو دي أوجوستو أمام الترجي التونسي، ولكن البطولة الأبرز أو المباراة الأهم على المستوى الإفريقي في تاريخ جيرالدو. من وجهة نظري certo agora você jogou muito الحقيقة كان دايما أي بطولة كان الزمالك هو اللي بيبقى أصعب حاجة بالنسبة لنا. الزمالك معروف برضو زي الأهلي، ولكن لما هنتكلم عن البطولات هو الأهلي طبعا هو اللي بيحقق بطولات، ولكن كان دايما هو اللي بيقف في طريق الأهلي هو كان الزمالك. الزمالك كان دايما راس براس، ولكن احنا كنا بنقدر نحقق بطولات أكتر، وكنا بنقدر نعدي ده، ولكن بالنسبة لي كانت أكتر حاجات اللي بتبقى فيها صعوبة هي الزمالك. رأيك بتتويج الأهلي بعد البطولة دي ووصل 4 نهائيات متتالية في دوري الأبطال، كسب منها بطولتين، لعب في كأس العالم للأندية، متابع جيد لمشوار الأهلي حتى بعد ما رحلت عن الفريق؟ الحقيقة طبعا طبعا، أنا لغاية دلوقتي عندي أصدقاء، وأنا ما بعتبرهمش أصدقاء، أنا بعتبرهم أسرة، ولازم أتابع، ومازال لسه في تواصل بيني وبين ناس كتير بدون ذكر أسماء في الأهلي.
ومش بس على الموبايل، على الفيسبوك برضو. وانا عمري ما لو دخلت على الفيسبوك عندي هتلاقي ان انا عامل فولو لصفحة الاهلي، وعمري ما هقدر اعملها ان فولو، لان هي لو اتعملت ان فولو حتى من الفيسبوك هي جوه قلبي. ويمكن انا ظاهر النهارده بتيشيرت احمر، وكنت اتمنى ان انا اكون موجود في بيتي، لان كنت هلبس كمان تيشيرت الاهلي عشان اطلع بيه، واتمنى له التوفيق دايما في البطولات. هنحاول نساعدك ونوصل لك ونبعت لك كمان الأحدث إصدار من تي شيرت النادي الأهلي عشان تبقى موجود بيه في الفترة اللي جاية بإذن الله. جيرالدو، شكرا جزيلا. يا ريت يا ريت انا اكون مبسوط جدا. انا بحب الاهلي بطريقه جنونيه، مش بس فريق انا لعبت فيه يوم في من الايام، ولكن انا بحبه بطريقه جنونيه. طيب اسالك دلوقتي على انتقالك للدوري التركي والاحتراف، حاليا بتلعب في نادي كروم التركي، هل عندك عروض لانديه اخرى ولا مستمر في الدوري التركي؟ الحقيقة أنا هتنقل فعلا في انتقالات يناير، بس هيبقى برضو حاجة جوه تركيا مش هقدر إن أنا أفصل عنها حاليا، ولكن أنا دلوقتي حاليا هتنقل في يناير لفريق تاني، وهدفي بعد كده لو هتنقل تاني أروح البرازيل. آخر سؤال، تتذكر هدف أفشة في مرمى الزمالك في نهائي القرن؟ وقتها عملت إيه؟ الفرحة كانت إزاي؟ طبعا بص، الهدف ده عمري ما هنساه. يمكن هتلاقيني انا كنت بحتفل بشكل جنوني، لان قفشه شاط، وبعد كده الدفاع الزمالك تصدت فيه الكوره، وبعد كده قفشه شاط جاب الجون، فكلنا كنا مبسوطين جدا، وانا بالذات لان قفشه بالنسبه لي هو اخ مش لعيب، واي حد ما يتوقعش قفشه في الملعب. ما تتوقعش قفشة في الملعب، في الملعب ورا الملعب ولا في الملعب بس؟ في كل مكان، في كل مكان، مش بره وجوه بس الملعب، في اي مكان قفشه. قفشه حد بسيط، حد حتى لو ما بيعرفش يتواصل. ووليد سليمان، وليد سليمان حد ممتاز. انا لغايه دلوقتي فاكر قد ايه هم استقبلوني بطريقه كويسه جدا، واجاي تمام، هو كمان اجاي كمان كان معايا على طول، وما عنديش اي حاجه اقولها وحش على لعيبه او على فريق او على اداره في النادي الاهلي. النادي الاهلي نادي القرن. رسالة أخيرة تحب توجهها لجمهور الأهلي، تحب تقول إيه؟ وحشتوني. أتمنى لكم دايما المزيد من البطولات. خليكم ورا الفريق بتاعكم، فريقكم فريق كبير محترم، فريق يقدر يحقق بطولات. وعايز أشكركم جزيلا على دايما على الدعم اللي انتوا كنتوا بتدوهوني في الملعب، وأنا شايف إن جمهور الأهلي مفيش جمهور زيه في العالم كله. وطبعا أنا أتمنى إن أنا أشوفكم في يوم تاني من الأيام. لو أسألك سؤال أخير، أنت لعبت في البرازيل، توقعاتك في نهائي كوبا ليبرتادورس مين يكسب؟ أتلتيكو مينيرو ولا بوتافوجو؟ سؤال صعب، سؤال صعب، بس أنا شايف إن بوتافوجو يقدر إن هو يكسب. بوتافوجو بيلعب بطريقة كويس، بس برضه في الأيام الأخيرة كان عنده مشاكل، بس أنا شايف إن هو يقدر إن هو يحقق يعني. طب إذا بوتافوجو كسب وكسب باتشوكا ويلعب الأهلي، بوتافوجا ضد الأهلي، توقعاتك أو أمنياتك شايفها إزاي؟ سؤال صعب جدا، رغم ان انا عشت في البرازيل ورغم ان انا كبرت هناك، ولكن انا هشجع الاهلي واتمنى ان الاهلي هو اللي يكسب، لان الاهلي في قلبي. جيرالدو دي كوستا نجم انجولا ونجم النادي الاهلي السابق، بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله القيمه والطيبه، سعداء اللي احنا شفناك النهارده، وبالتاكيد هيكون على تواصل معاك مستمر.